السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم نشاقة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن موضوع السمنة، وآخر حلقة اتكلمنا فيها عن موضوع النحافة. غطيت معظم أسئلتكم اللي قدرت عليها، وأرجو أن تكونوا فعلا استفدتوا من الحلقات دي على قد ما أقدر. قدرت إن شاء الله أغطي كل الحلقات دي، وحتى المعلومات اللي أنا معرفتش أديها لكم أو ما كانش فيه وقت كافي هي موجودة في كتاب علاج السمنة وتغيير نمط الحياة. النهاردة هكلمكم عن موضوع مختلف خالص، وهو التخصص الأساسي بتاع العلاج الطبيعي، تخصصنا إحنا. إيه هو العلاج الطبيعي ودوره في المجتمع؟ طبعا الفترة اللي فاتت الضوء بدأ يتسلط كتير عن العلاج الطبيعي، بس الناس مش عارفة بالظبط ايه مفهومه. يعني في ناس العلاج الطبيعي بيخمنوه على انه طب هو علاج بايه، بالاعشاب، علاج بايه. هو الحقيقه العلاج الطبيعي مش كده. العلاج الطبيعي له اجهزه معينه، وفي علاج يدوي، وفي علاج مائي، وفي علاج كهربي. العلاج الكهربي بيبقى موجات فوق صوتيه، تنبيه كهربي، ليزر، اشعه فوق حمراء، اشعه تحت الحمراء، اشعه فوق البنفسجيه، العلاج بالتلج. في علاجات كتير جدا، والوحيد اللي مسؤول عن ان هو يكتب برنامج العلاج الطبيعي الدكتور بتاع العلاج الطبيعي. هو اللي مسؤول عن ده، هو اللي بيبقى عارف الحالة، وهو اللي بيبقى بيقيم الحالة على اساس يبقى عارف بالظبط علاج الحالة دي ايه. اقسام العلاج الطبيعي متعددة، في قسم العظام، في قسم الاعصاب، في قسم الاطفال، في قسم البطنة والنساء والحروق. وفي ناس هتبقى مش عارفة ان الاقسام دي موجودة. اول حاجه هنتكلم فيها عن قسم الاعصاب، الناس اللي هي بتصاب بالجلطات. جلطه بتسبب شلل نصفي، بتسبب شلل رباعي، في شلل في الرجلين، في شلل في اي مكان بالجسم، في عصب معين اتقطع في حادثه، دي حالات الاعصاب. في شلل الرعايش، في ضمور العضلات. دور العلاج الطبيعي في كل حاجه من دي ايه؟ الشلل النصفي احنا اللي بنحاول نعمله ان احنا نرجع المريض في حركته زي الى حد ما مكان. يعني ممكن تسيب اثر الا انه حركته ووظيفته بترجع الى حد ما كويسة. طبعا الجلطة اسبابها كتير جدا، منها الضغط والسكر. لو عرفنا نتحكم في حاجات زي كده، في السكر والضغط، ساعتها الجلطة دي ممكن نتلاشيها. لكن لو حصل ان هي ظهرت، اللي احنا ممكن نعمله خلاص دكتور المخ والاعصاب بيدي الادوية اللازمة للمريض ده. دور دكتور العلاج الطبيعي ان هو يساعد ويأهل المريض ده ان هو يرجع لوظيفته، لحركته زي ما كان، او قدر المستطاع زي ما كان. ده بالنسبة للشلل النصفي والشلل الرباعي. ضمور العضلات وشلل الرعاش وبعض بعض المشاكل الاعصاب الاخرى، دي دورنا فيها ان احنا بنحاول نحافظ ان الحالة ما تتدهورش. يعني نأجل ان هي تتدهور قدر المستطاع. فدي حالات الاعصاب. طبعا في وحدات بيبقى فيها علاج مائي، العلاج المائي بيساعد ايضا في حالات الشلل النصفي. الحاجات دي بالنسبة لتخصصات الاعصاب. طبعا انا مش هقدر اغطي لكم كل تخصصات الاعصاب اللي عندنا، بس انا حبيت اديكم الحاجات اللي هي مشهورة او معروفة بالنسبة لقسم الاعصاب في العلاج الطبيعي. تاني حاجة قسم العظام، وده اللي معروف عننا في دكاترة العلاج الطبيعي، قريبين جدا من تخصص العظام. ليه؟ في بعض مشاكل العظام حلها مش في الادويه بس، والناس بتتعب كتير من المسكنات. فالعلاج الطبيعي ملوش اي اعراض جانبيه. فاللي احنا بنعمله كالاتي: في حالات معينه زي مثلا الام العمود الفقري او الغضروف او خشونه المفاصل، مشاكل العظام بوجه عام، كسور، تيبس المفاصل، الحاجات دي كلها احنا الحمد لله بنعالجها في العلاج الطبيعي، وبنساعد المريض يرجع زي الى حد ما مكان. مثلا حالات الغضروف، انا مش هقدر اتكلم عن جراحة العمود الفقري، لان الغضروف ممكن يكون، الغضروف ده عبارة عن ايه؟ الفقرات، فقرتين بيبقوا تحت بعض بالشكل ده، ان كانت فقرات عنقية او قطنية، بتبقى بالشكل ده، بيبقى ما بينهم الغضروف. الغضروف ده بيمنع احتكاك الفقرات ببعضها، بيمنع الخشونة. الغضروف ده لو طلع بره شوية ممكن يأثر على الاعصاب بتاعت الرجل في حالة الفقرات القطنية، والاعصاب بتاعه الايد في حاله الفقرات العنقيه. نقدر نمنع ان الغضروف ده يطلع، ان احنا ما نشيلش حاجات تقيله، ان احنا ما نوطيش كتير، ان احنا ما نقعدش فتره طويله في مكان ثابت، ان احنا نحافظ على وزننا. الحاجات دي كلها بتفرق. لكن لو حصل ده، لو شلت حاجات تقيله قوي وسمعت صوت طق جامد كده، يبقى ده ايه؟ الغضروف ساعتها بيبقى خرج. الغضروف لو خرج ساعتها الدكتور بيطلب رنين. الرنين لو ظهر فيه ان الغضروف خرج واتقطع عن الغضروف الاساسي،
بيبقى ساعتها اثر على الاعصاب، لا قدر الله في اسوأ الظروف ممكن يعمل شلل. بس احنا مش الحمد لله لا الدكتور الجراح بيوصله لده ولا برضو العلاج الطبيعي بعد كده دوره. الدكتور الجراح بيطلع الغضروف ده وبيشيله من الفقرات اللي هو طلع ده عشان ما ياثرش على الاعصاب. دورنا احنا بعد كده ان احنا نقوي عضلات الظهر، ان احنا نقلل الالم ونأهل المريض ان هو يرجع حياته بشكل طبيعي. وطبعا لو المريض زايد في وزنه شويه يا ريت يخس. خشونه المفاصل دي برضو في غضروف برضو ما بين المفصل وبعضه بيمنع الاحتكاك بيمنع الخشونه. ده الخشونه المفاصل بتبقى نتيجه زياده الوزن، نتيجه الوقوف كتير سنين طويله، الحاجات دي ما بتجيش بين يوم وليله. فساعتها الدكتور العلاج الطبيعي وظيفته طبعا مع دكتور العظام اللي بيدي بعض الادويه اللي بتساعد على تجديد الغضاريف. احنا بنعمل ايه؟ بنقوي العضلات عشان خاطر بتاعه الرجل، عشان خاطر نشيل الحمل من على مفصل الركبه، وفي نفس الوقت بنبتدي نقلل الالام والالتهاب اللي موجوده فيها بوسائل كهربيه وبالعلاج اليدوي برضو بتاعنا. ده بالنسبه لخشونه المفاصل. موضوع التيبس بتاع الكسور، حد اتكسر وركب حاجه، ركب شرايح مسامير، حتى لو ما ركبش حاجه اتجبس بس قعد شهر قعد واتيفر المده اللي هو قعدها فيها، بيقوم بعدها في حاله من التيبس في المفصل او في الجزء ده. اللي احنا بنعمله ان احنا نقلل التيبس ده. العلاج اليدوي بتاعنا بيبتدي يرجع المفصل حركته زي ما كانت مع اجهزه برضو كهربيه. دي في حالات العظام. في جزء في العظام اسمه اصابات الملاعب. اصابات الملاعب ده بيبقى دكتور العلاج الطبيعي متخصص فيه بشكل اكبر، وبيستخدم فيه الليزر العلاجي. في ليزر غير ليزر التخسيس اسمه الليزر العلاجي، ده شويه بيساعد على التحام الاربطه او التحام اي حاجه موجوده عملت مشكله او في تمزق فيها. دكتور اصابات الملاعب او دكتور العلاج الطبيعي المتخصص في اصابات الملاعب هو المسؤول عن التخصص ده، او هو اللي يعرف يفيد الناس في التخصص ده. في حاجه اسمها الشوكه العظميه. الشوكه العظميه دي بتبقى نتيجه ترسب املاح وزياده وزن، بتبقى الكعب بتاعك تحس ان هو كانه في شوكه مش قادره تتحركي عليه. طبعا لازم نقلل الاملاح ولازم نقلل الوزن، وفي نفس الوقت العلاج الطبيعي فيه اجهزه فيه كتيره بتفيده. واحدث حاجه ظهرت لحد دلوقتي حاجه اسمها شوك ثيرابي. الشوك ثيرابي ده علاج بالصدمات، مؤلم جدا الا ان نتيجته فعلا فوق الممتازه. دي احدث حاجات موجوده في قسم العظام. نتكلم عن القسم الثالث الاطفال، وهو بدا يتعرف بشكل كبير جدا الا ان في بعض الناس وبعض دكاتره المخ والاعصاب لحد دلوقتي في بعضهم مش بيلجأوا له، وهو مهم جدا في حالات الاطفال المعاقين حرقيا. بعد الاطفال بيتولدوا في الشهر الثامن في الشهر السابع بيبقوا نازلين مثلا ناقصين اكسجين، بيبقوا نازلين عندهم صفرة، بيقعدوا في حضانة فترة، المخ عندهم بيتأثر، بيحصل ضمور في المخ. الحاجات دي كلها بتأثر على الطفل، بينمو بشكل مختلف بشكل اضعف، الطفل بيطلع معاق ذهنيا وحركيا. الدكتور المخ والاعصاب بيبتدي يديله منبهات، بيديله فيتامينات، بيديله حاجات كتير، لكن يبقى الدور الاساسي في الموضوع الحركه لدكتور العلاج الطبيعي. دكتور العلاج الطبيعي في الاطفال هو تخصص برضو كبير، بيبقى فيه علاج مكثف او بيبقى فيه علاج عادي. علاج الاطفال في الحالات دي العلاج الطبيعي بيبقى ساعتها له دور فعال، ان الطفل اساعده ان هو يبتدي يتحكم في راسه وفي ظهره، يبتدي يقعد، يبتدي يتقلب، يبتدي يمشي. الجلسات دي بتبقى علاج معظمها علاج يدوي فقط، ونتيجتها فعلا ممتازه بس طويله على المدى الطويل عشان ما يبقاش حد مستعجل فيها. في اقسام تانيه عندنا زي البطنه، ودي في العنايه المركزه ليها دور اساسي، زي النساء تاهيل ما بعد الولاده، زي الحروق، الناس اللي هي عندها حروق في جسمها وبتقعد فتره طويله في المستشفى ممكن يحصل لها قرح فراش، ممكن العضلات بتاعتها يحصل لها ضمور نتيجه قله الاستخدام. فساعتها احنا بنحتاج لعلاج طبيعي في الاقسام دي. انا مش هقدر طبعا اوفيكم كل معلوماتي عن العلاج الطبيعي لان هي كليه ولها دراستها وليها تخصصاتها وليها اهميتها، بس ارجو ان انا اكون يعني سلطت الضوء عليها بشكل كويس، شكل تكون انتوا فهمتوا شويه اللي انا عايزه اقوله. وده تخصصي الاساسي، وده موضوع مختلف شويه عن موضوع حلم الرشاقه الا ان كان لازم اسلط عليه الضوء. ارجو ان انا اكون غطيت المعلومات اللي انتوا محتاجينها في البرنامج ده وفي الحلقه دي. وكلمنا طبعا الحلقات اللي فاتت دي كلها عن موضوع علاج السمنه،
والحاجات دي كلها موجودة في كتاب علاج السمنة وتغيير نمط الحياة. حبيتوا تتواصلوا معايا على الفيسبوك على صفحة علاج السمنة وتغيير نمط الحياة، حبيتوا تتصلوا عليا على التليفون الموجودة قدامكم بالشاشة، وهبقى سعيدة ان انا اجاوب على كل اسئلتكم. ارجو ان انا اكون افدتكم في الحلقات اللي فاتت دي. واخر قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله، القاكم على خير ان شاء الله. ارجو ان انكم استفدتوا قدر المستطاع بالمعلومات اللي انا قلتها، وكان شرف ليا ان انا اديكم المعلومات دي في البرنامج بتاعنا، برنامج حلم الرشاقة، الدكتورة خلود الورقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.